ويستمر التأكيد على العلاقات الطيبة، ويستمر الحرص على ترسيخ التآخي في قمة معانيه. قبل قليل المستشار تركي آل الشيخ قال تويتة بيعبر فيها عن تقديره الكامل لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كان من المهم يا باشمهندس نقولها. قال المستشار تركي الشيخ: أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، هم إخواني وأصدقائي، وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوة. كان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب اليوم. كلام محترم جدا، كلام بيدل على ان صدق النوايا، وان مفيش حاجه تثابت. مجلس الاداره، كابتن الخطيب، الجماهير، الجمهور قال لك انا واحد من الجمهور. لا حتى لما البعض قال له مش عارف الجمهور يطلع يستقبلك، قال له لا انا ما اطلبش، انا واحد من الجمهور. لا، والمبادره بان هو اذا كان في حد اتاذى بسبب هذا الخلاف قال لهم على راسي من فوق. التسامح بقى والقوه، ده اللي بالزبط. عايز اقوله، مثل هذه المبادرات بتعكس اولا ديننا بيحض، يعني بيحض عليها بيحث عليها لانه خيركم من بدا في اي خلاف. هو الاصل العيش في وئام وود واحترام، ده الاصل. الخلاف هو عرض. ايوه، فلما يكون كمان خلاف يغذيه اصحاب المصالح والتوجهات، وهم بالمناسبه مش موجودين في الوسط الرياضي فقط، لا يعني لو من لا يروق لهم، من لا يروق لهم هذا التقارب بين مصر والسعوديه عامه. يعني هتلاقي في بعد سياسي، هتلاقي في بعد اجتماعي، وهتلاقي في بعد رياضي انتخابي، وهتلاقي في بعد مش عارف. في ناس زعلانه، يعني في اربع خمس فئات في المشهد. وده من اول يوم المساله واضحه، وهتجد ان اليوم تعليقات حتى الان بتحاول انها تفسد هذه المبادرات. انا يعني شايف ان ده شيء جميل جدا، ولكن ايضا ونحن نثمن ونرحب ونسعد بهذه المبادرات وهذا التقارب وهذا الترحيب المتبادل، علينا دي بقى الكلام لينا احنا كأهلوية وولادنا ومحبينا ومشجعينا، الا ننشغل بغير الاهلي الفترة اللي جاية. صدقوني لو عملنا كده، لان انشغالنا بالاخرين هو اللي بيعطلنا شويه، هو اللي هيجرنا لورا. فانا عايز ونحن ننعم بكل بوادر الاستقرار، ونحن ننعم بكل بوادر العمل الفني السليم والعمل الاداري السليم، ونحن متفائلين بفريق محترم وعمليه اصلاح كبيره في القطاع الرياضي في النادي الاهلي. علينا ان ننعم بكل هذا. ما فيش بقى داعي خالص ان نرد على حد ولا نحفل على حد، وان يكون الرد على المغالطات في الاطار الموضوعي العلمي التحليلي بعيدا عن التحفيل والمكايده. ده اقوى كتير جدا انك تاخد اللي قدام. يعني انا يعني ما يجي في مجاله المهندس مصطفى فهمي برضه بيتفتح معاه موضوع نادي القرن، اذا كنت جايب لنا فقره ناجلها لا نتكلم في وقتها بالتحليل الموضوع مش بالتحفيل. العمليه كسب المعارك ليس بالافهات، كسب المعارك بالحقائق والسرد الطبيعي المنطقي اللي يقنع المنافس قبل ما يقنع نفسك او جمهورك. انا عايز جمهور النادي الاهلي يرجع ويرجع النادي الاهلي حتته. احنا ناس اصحاب رساله، احنا دعاة سلام، احنا دعاة شفافية، احنا دعاة التمسك بالخرق الرياضي والفير بلاي. اللي عايزين نشوفه بقى في نظام المسابقة.